عبد الحليم جوميز مباراة الإسماعيلي لعب بطريقة والنهارده لعب بنفس الطريقة، هل التغيير كان في توظيف اللعيبة؟ هو ما فيش شك، واضح ان الراجل عنده، او مش عايز اقول خبرات، بس واضح ان الراجل عنده فكر. فبالتالي انا قلت لك قبل الاستوديو ان كل بطوله او كل مباراه ليها تفكير معين، ليها رؤيه معينه، ليها قراءه معينه تتعامل بيها مع البطولات. فانت بتلعب في الدوري فليها ترتيب معين، ليها فكر معين، ليها تشكيل معين، احتياجاتها غير احتياجات لما بتلعب في دوري مجموعات في البطوله الافريقيه وخارج ملعبه. الراجل قارئ جيد وقرا الفريق المنافس، فبالتالي النهارده وعارف احتياجاته من المباراه، وده مهم جدا. هدفك ايه من المباراه النهارده ومن المجموعه نفسها؟ فالراجل مذاكر بشكل جيد، الراجل النهارده مدي مجموعه لعيبه بقى زي ما بيقول وليد كده، هو بيشوف اللعيبه كلها بيقف عليها. صحيح. فالنهارده بيقف عليها وبيخلق جو منافسه جوه اللعيبه كمان. ما اكيد انا لما بدي انا ما عنديش هنا، ما عنديش حد معين في دماغي، انا النهارده بديكم بخلق منافسه بينكم وبين بعضيكم عشان في الاخر انا اطلع بافضل تشكيله، انما بدي المساحه للجميع، فمعظم اللعيبه اللي معاه لعبت، فبالتالي ده شيء ايجابي. النهارده الايجابيه كمان طالما في مكسب بيبقى فيه ايجابيات جدا، ايجابيات كتيره جدا، وده اللي حصل النهارده. الكباتن استفادوا فيها كمان، ثقافه الفوز مهمه جدا، انت نازل النهارده وانت عايز تكسب، وده مهم انك تحدد هدفك يا كابتن صبري. صحيح. يعني انا بلعب بطوله دوري عام، هدفي معين مثلا، ان انا عندي مسافه بعيده في ان انا عشان احصل على البطوله، فالنهارده عايز اكسب مني المنافسين القريبين مني مين، ففي اهداف لازم انت تحددها وانت داخل المباراه. النهارده انت عايز تكسب فكسبت، وده شيء مهم، ودي ثقافه، واحنا قلنا قبل المباراه انك لازم تقول للناس كلها ان انا بلعب على البطوله. الفريق مش سهل، الفريق على فكره قوي بدني وعنده الحماس والملعب والامور دي كلها، بس انت النهارده اتغلبت على الامور دي كلها. ايجابيات النهارده كمان المعدل البدني زي ما كلنا متفقين عليه، فمدي السهوله في الاداء، ومدي السرعه في الاداء، ومدي الحريه في الاداء، انت واقف على حيلك بلغه الكوره. الراجل النهارده كمان بيشارك اكبر قدر من اللعيبه الجديده، النهارده مدي ثلاث لعيبه جداد الماتش اللي قبله، مدي اثنين او ثلاث لعيبه، فبالتالي بيشوف اللعيبه كلها بشكل جيد. لا النهارده يوم جميل، النهارده ثلاثه بونت مهمين جدا، بتكسب خارج ملعبك، ثقافه الفوز مهمه، اللعيبه كلها عندها الحافز والدافع، الراجل قاعد فايق في الملعب بلغه الكوره، في تغييراته، في اسلوب لعبه، في التحضير للمباراه. صحيح. الشوط الثاني مطمن للنتيجه، فدى لمجموعه اللعيبه الثانيه برضو، بياكد على 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 المعدل البدني بتاعها، بياكد على الحته الفنيه، على الترابط بين الخطوط وبعضيها، في ايجابيات كثيره جدا النهارده حصلت الحمد لله، والمكسب مهم بيفرحنا وبيدينا ثقه في اللي جاي. الف مبروك لجماهير نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، وربنا يكرم ان شاء الله بقى، خلاص انت دي صفحه بتتقفل وهتبتدي تركز ان شاء الله بقى في مشوار الدوري باذن الله.